شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي، شكرا وألف شكر يا أستاذي، شكرا وألف شكر يا وليد بلادي. معكم الأستاذ دكتور عمار بن قريشي، أستاذ بجامعة تمثيلة بقسم اللغة والأدب العربي كلية الأدب واللغات، وظيفتي هي عميد كلية الأدب واللغات بالجامعة. الله يحفظك. بهذه المناسبة أهدي زهرة إلى أولا إلى جميع المعلمين جميع المربيين في أنحاء العالم وفي الجزائر بالخصوص، أهديها على وجه الخصوص إلى معلمي فاضل الأطرش اللي راه تقاعد الآن، عمل في التربية أكثر من 50 سنة، تدرج من ممر إلى معلم إلى مدير مدرسة ابتدائية. أهدي هذه الزهرة لأنه هو الذي علمني أول حرف، وهو الذي حبب إلي اللغة العربية حتى صرت أستاذا في الجامعة. أتمنى له طول العمر، وبهذه المناسبة أحيي من خلاله جميع معلمين الجزائر. أستاذ الأزقار ربيع، أستاذ محاضر بكلية العلوم الإنسانية قسم الفلسفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم العالمي للمعلم لا يسعني إلا أن أهدي تحية إجلال وأكبر إلى كل الذين درسوني من الابتدائي إلى الجامعي، وعلى رأسهم المعلم القدير الأستاذ عمرون دلول الذي عاملني كأحد أبنائه، فقد كان نعم المربي ونعم الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عيسى السلام. دكتور عبد الكريم عمري، أستاذ بجامعة أستاذ الأداب بجامعة المسيلة بقسم اللغة والأدب العربي كلية الأداب واللغات. الله يبارك. مناسبة اليوم العالمي للمعلم، لا يسعني في هذه المناسبة السعيدة التي أستذكر فيها سبايا منذ أكثر من 40 سنة، وأستذكر معلمي الأول شيخي ومعلمي وتاج رأسي أبي الحرحوس، الذي أكن له كل الاحترام والحب، وأتمنى له يعني حياة سعيدة رفقة أولاده وأحفاده. وبهذه المناسبة أيضا لا أنسى كل أستاذ ومعلم لقننا من العلم شيئا، فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها. طبعا هذا الشيء الذي أود قوله في هذه السانحة. قبل ما تختم، لماذا اخترت المعلم هذا بالذات؟ يعني طبعا الشيء الجميل دائما في البدايات، في البدء كانت الكلمة، والكلمة الأولى علمنيها معلم، وهذا فضل يعني لا يمكن أن ينسى أبدا. من علمك حرفا، خاصة المعلم الأول، المعلم الأول هو الذي علمك كيف تنطق الحرف، والذي علمك كيف تركب الجملة. معلمي هو شيخي معلم حرحوز رابح، معلم وتقريبا إمام بالبلدة. وين بالضبط؟ في عين الحجر. الله يبارك. عين الحجر. قلت شيخ فاضل ومدرس، يعني ما زلنا نحن ونحن صغار نلتمس فيه الصدق في التقديم، الصدق في المحبة. يعني في البدايات عندما كنا نمثل فرقة المسرح التي أنشأها هو، تكوننا على يديه في اللغة العربية حتى صرنا يعني من أحسن طلبة ومن أحسن التلاميذ ذلك الوقت الذين نشأوا في المسرح، حتى أنني واصلت المسرح مع مسرحي والسيناريست عيسى شريط. الله يبارك. في بهذه حتى تقريبا الى 91 حين مثلنا مع بعض، وكانت لنا كما اذكر المرتبه الاولى في مسرح بجايه.
قلت شيخي صادق ولا يعني حتى لا أقول لا أغمط الناس حقوقهم، كل المعلمين الذين عرفتهم وكل الأساتذة لهم الفضل ولهم الشكر، لا يعني لا نستثني أحدا ولا نخص أحدا بالثناء دون غير، كل له حظه من الحب، يعني من الذين علمونا في الابتدائي إلى الذين علمونا في الجامعة. في الأخير رحم الله من مات وغفر له وأحياه الله حياة سعيدة رغيدة، المعلم والأستاذ الذي هو على قيد الحياة. ما شاء الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم حكمت لكم كمتين حل عقب يقولوا هاي روح نبدأ به التعب. ان شاء الله وانت يا انا ما درستش انا راني وافد على الولايه، ما يهمناش احنا اي مصدرات للسوق خلاص الله يبارك، لكن اذا اردت ان اقدم ورده في هذه المناسبه اقدمها لوالدتي كانت نعمه المعلم الله يبارك، مع انها كانت لا تحسن القراءه والكتابه لكن كانت تضطرني الى التعلم اضطرارا، حفظها ربي ان شاء الله من كل سوء ومد في عمرها. صح وانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على رسول الله. سي عبد الرشيد لقد احرجتنا بهذا السؤال المفاجئ، حقا انا لا يمكنني ان اختار بين معلمين معلميه، معلمي كلهم يستهلون باقات من الورد وليس ورده واحده، وبارك الله فيك. العلوم وغيرها والذي تقديم الثناء والعرفان والامتنان، قامت منظمه اليونسكو في 5 اكتوبر عام 1966 غدا ان شاء الله 5 اكتوبر انت درت ديجا منشور، لكن تمنيت انا نشوف لو منحت لك زهره بمن تمنحها يعني من معلمين قدما انت. اولا لو منحت لي ازهار وليس زهره، لا لا اولا زهره واحده لمعلمين واحدين فقط، على بالي الاختيار صعب، الاختيار صعب للمعلمين. حماني سعيد، مدى المنصور، بكري السعيد، سي سعيد الشخالي، بن مخفي عز الدين، سي عمر عطية، مات توفى ربي يرحمه، سي صالح معلم تاعي زين كان في الفرنسية ما عرفتش انا وين، ولا صالح واش يقولوا ولا صالح تاع البراتوريوم؟ ايه ايه وشو الخلوفي هذاك شو؟ ايه خلوفي صحيح. ايه هذاك راه مش عارف، قال لي لا حي، قالوا لي حي مازال حي مازال، مشيتي نشوفو انا من راه تاجر كبير وعدنا في من بعد نكملوا حديثه وفي والزهره في وقتنا هذا اللي تعلمت عندهم بعد الكبر ما ننساش استاذي الكريم سي سعيد بورزك، وما ننساش سي عبد الرحمن بورزك ربي يرحم الموتى، وهذا من 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 عيان من عيان العرايب، ما ننساش سي تومي ورزق، هادو ربي يرحمه ربي يرحمه، هادو ناس مازال نحترمهم، وهو اللي كانت تعود عندي الزهره نافيه. ومن ناحيه الجانب التعليم والتغطيه والعمل السياسي والجمعوي ما ننساش استاذي الفاضل اللي من اللي عرفته ما شفتش منه حاجه، اللي هو طبي رشيد ابن الشيخ الحملاوي اللي كان رفيق لعلي لابوانت ربي يرحمه وربي يرحم المجموعه كل، وهذا كلام تقصير من المعلم المتقاعد بشير مرفوع، واهني كل المعلمين بهذه المناسبه، ولدي ما وما قلته في المنشور فهو نابع من قلبي ليس عبره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.